من جديد تستعيد أحياء العاصمة هدوءها بعد ليلة من الكر والفر بين قوات الأمن وعدد من الشبان، ليلة شهدت فيها مناطق متفرقة من البلاد أعمال شغب وتخريب خلت بحسب شهود العيان من أي طابع احتجاجي. على مستوى أمني صرف وبحث ليست هناك يعني شعارات سياسية وراءها أو شعارات اجتماعية، وكذلك ليست هناك محركات لهذه الاحتجاجات، يعني أن تكون نقابات أو أحزاب سياسية أو حتى مجموعات يعني تشكلت لكي ترفع شعارات أو ترفع يعني مطالب شعبية أو اجتماعية. تحركات تأتي بعد ساعات من إعلان المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة من بينها وزارات سيادية كالداخلية والعدل والصحة، مرحلة دقيقة ستواجه فيها البدائل الجديدة وضعا صعبا على كافة الأصعدة، يقول متابعون. عندما نوسع دائرة الرؤية عليها مراجعة منوال التنمية بكامله، لكن من الصعب الآن مراجعة هذا المنوال. كل المطلوب كل المقدور عليه هو تحسينات طفيفة لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد. تونس التي تعيش في ظل إجراءات الإغلاق بسبب الوباء تحتاج اليوم وفق كثيرين إلى مراجعة السياسات المتخذة للخروج من أزمة متعددة الأوجه. ملفات مشتعلة ستواجه الفريق الحكومي الجديد في مقبل الأيام، فريق سيجد نفسه إزاء أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية يزيد في حدتها الحراك الاجتماعي في كل مكان. أمير مهذب، العربي، تونس.